بسم الله الرحمن الرحيم. حالة intestinal obstruction أو انسداد معوي نتيجة إن الحيوان كل عليقة، والعليقة دي عليقة عالية التخمر وشرب مية كثيرة، وإحنا عارفين الجو صيف، فالحيوان الحمولة في البطن بقت زيادة والحيوان شرب مية كتير، وإحنا كده عايزين ندلل المية اللي موجودة في بطنه عشان الحيوان بطنه تخف ويرتاح. طبعا بنروح واخدين خرطوم زي ده كده، واحد بوصة طري تمام، ونروح مدخلينه في الزور لغاية ما يخش على المعدة، ونبتدي نفضي الاكل والشرب اللي هو فين في البطن. صور هنفضي المياه اللي شاربها الحيوان، شايفين كم، شايف كمية المياه، شايف كمية المياه، جرب على التصوير ماما. شايفين كمية المياه اللي شاربها الحيوان نتيجة ان هو كان عليقة عالية التخمر والحمولة كترت على الحيوان مش قادر يشتر ولا يصرف ولا ياكل، طبعا بيشرب مياه كتير. الشمس كمان عندك حاجة لما هي بتشيلها حاجة، هنعمل كمية المية، حط البستيلة، زق البستيلة، شايفين كمية المية يا جماعة اللي نازلة، شايفين كمية المية، اشتغل، شايفين كمية المية، شايفين كمية المية اللي نازلة من الحيوان، حيوان شارب مية كتيرة، لما الحمولة كترت حيوان مش قادر يصرف، طبعا بندخل ونطلع، نعمل استثارة للأسوفاجس أو المريء، الحيوان بيرجع المية اللي موجودة في بطنه. شايفين؟ شايفين التنظيف؟ ثورة هتكون مخصوصة. طبعا بنعمل استثارة للأسوفاجس بحيث الحيوان يرجع. شايفين كمية المية، نعمل استثارة، الحيوان لما بيتغذى على حاجة عالية التخمر تمام، بيحصل طبعا فيرمنتيشن أو تخمر، وبيخش البكتيريا زي اللاكتوباسيلاي والستريبتوكوكاي، وبتفرز السموم بتاعتها، بتفرز اللاكتيك أسيد، اللاكتيك أسيد طبعا بيتفرز الهستامين، ويحصل غازات ونفخات، والحيوان بيحس بديهايدريشن فبيروح شارب مية كتيرة، وده بيوقف الجهاز الهضمي. شايفين كمية المية اللي بننزلها الحيوان؟ تعالى صور الحيوان، شوفوا خف ازاي بطنه، شوف بطن الحيوان خف ازاي، خش للشمال تعالى تعالى صور هنا. طبعا دي طريقة سهلة وبسيطة، خلي بالك، بحيث ان انا بخفف الحمولة في بطن الحيوان، ملهاش اي اضرار، الحيوان بياكل بعديها ويشرب ويبقى كويس وممكن يصرف. واشكركم دكتور محمود حماد المنياوي.